مشاهدينا الكرام في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. حلقة النهاردة موضوعها مهم جدا، وهو كيف نعرف الله، إزاي نعرف ربنا، وبأي طريقة وبأي وسيلة يمكن للإنسان المخلوق المحدود إنه يعرف الله الغير محدود. يقول الرب على لسان النبي أرميا في أصحاح 9 وفي عدد 23 و24: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخر المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض. فالشيء اللي ممكن الإنسان يفتخر به في نظر الله هو أنه يعرف الله. لكن كمان في نفس الوقت اتكلم إشعياء في أصحاح 45 وعدد 15 وقال: أنت محتجب يا الله. فالله بالنسبة لليهود كان محتجب، معرفته كانت أيضا غير يعني وراء الحجاب. كان الله في بالنسبة لشعب إسرائيل كان لابد أن يدخل رئيس الكهنة هو وراء الحجاب لكي ما يلتقي مع الله. لكن كمان بالنسبة للأمم، الرسول بولس في وعظته المشهورة في أثينا وفي أصحاح 17 قال للأمم عن الإله المجهول، فالله بالنسبة للأمم كان إله مجهول. ويأتي السؤال: كيف نعرف الله؟ للإجابة على هذا السؤال يشرفنا ويسعدنا وجود الدكتور سامح عزيز معنا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلاً سامح. أهلا يا سيس أشرف. أهلاً. دكتور سامح عزيز خادم للإنجيل، والرب بيستخدمه في مصر وخارج مصر في التعليم وفي تقديم تعليم كتابية مهمة جدا بيحتاجها هذا الجيل في هذه الأيام. شكرا. فإحنا بنشكر ربنا لأجل وجوده معنا. شكرا يا سيس شرف. دكتور سامح، كيف نعرف الله؟ بحسب ما بتوضحه لنا كلمة الله الكتاب المقدس، إنه في ثلاث عناصر مهمة لمعرفة الله. العقل له دور، الإعلان الإلهي أي كلمة الله لها دور، وبعد كده العنصر الثالث اللي مبني على دول الإيمان. عشان كده نقدر نقول بمنتهى البساطة في دور للعقل، لابد أن يكون في فهم وتفكير منطقي سليم، لكن في نفس الوقت هذا الفهم لابد أن يستند على إعلان إلهي، لابد أن يستند على ما قاله الله بنفسه عن نفسه. وهنا يجي الدور الثالث للإيمان. ليه؟ لأن الإيمان هو النشاط اللي هيحصل من الإنسان بالاستناد على كلمة الله. لو الثلاثة دول وجدوا مع بعض بنسميهم كومبلكس، يعني لو حطيت واحد على اثنين على ثلاثة يحصل المنتج، تحصل المعرفة. زي ما يقول مثلا لو خلطنا أكسجين، ذرتين أكسجين على ذرة ذرتين هيدروجين على ذرة أكسجين، يطلع مية. بالزبط. تمام. نفس القصة لو جه دور عقل وتفكير منطقي سليم مبني على إعلان سليم، يتم الإيمان السليم فنصل إلى معرفة الله. عشان كده غياب أي واحد من الثلاثة لابد أنه يلغي هذه المعرفة. يعني لو مفيش تفكير منطقي سليم، لو مفيش إعلان، لو مفيش إيمان، لا يمكن يصل الإنسان إلى معرفة الله. يعني الثلاثة دول، الثلاثة عناصر دول مهمين جدا، يشتغلوا مع بعض. يشتغلوا مع بعض. طب كلمنا عن العقل، لأنه يعني كتير من الناس النهاردة بتحاول تعرف الله بالعقل بس. نعم. كويس. وبتلغي الإيمان وبتلغي كمان الإعلان. نعم. وبيقولك إنه الله كل اللي إحنا نقدر نقبله لابد إنه يكون يتماشى مع عقلنا. نعم. البشرية. نعم. فأي حاجة مش تتعارض، أقول تتسامى فوق الفكر البشري، مرفوضة. نعم. فهل إيه بالضبط دور العقل؟ لما بتقصد العقل بتكلم عن إيه؟ بقصد نقطتين في منتهى الأهمية. إن العقل ليه دور وفي نفس الوقت محدود. ليه دور وفي نفس الوقت محدود. خليني أقول في الأول إن العقل بمفرده بدون الإعلان والإيمان يعجز. أوكي. إحنا قلنا الثلاث عناصر لازم يشتغلوا مع بعض: العقل، الإعلان، والإيمان. الإيمان. العقل بمفرده غير قادر إنه يصل إلى معرفة الله، عاجز. عشان كده هنا يأتي دور
الإعلان. ليه أقول بعض الحاجات اللي تدل أن العقل عاجز وبرضه منطقية يعني في منتهى التفكير المنطقي. آية جميلة في أيوب 11 من 7 إلى 9، إلى عمق الله تتصل، أي هل تقدر تصل إلى عمق الله؟ أكيد الإجابة لا. أم إلى نهاية القضية تنتهي؟ الإجابة لا، ما أقدرش. ليه؟ لأنه هو أعلى من السماوات. العقل أساساً بسبب عجزه مش قادر يصل إلى علو السماوات على الأرض. محدش قاس، محدش قادر يقيس. إحنا بنحكي عن الله أنه أعلى. تمام؟ فماذا عساك أن تفعل؟ هتعمل إيه؟ لما أنت مش قادر تصل إلى أبعاد علو السماء. تمام؟ هو أعمق من الهوية، فماذا تدري؟ أنت مش قادر تفهم عمق الهوية. تمام؟ أطول من الأرض طوله، أيام أيوب طبعا ما قاسوش طول الأرض، ممكن يكونوا قاسوه دلوقتي. تمام؟ وأعرض من البحر، لكن أيام أيوب ما كانوش، كان طول الأرض وعرض البحر غير مدرك. فعايز يقول لي إذا كانت أبعاد الخليقة مدركة للعقل، غير مدركة للعقل، فكم الحاري اللي عملها؟ نقف قدام أي تحفة فنية لأي فنان، لأي واحد بنسمع مقطوعة معينة مثلا لموسيقى معين، أحيانا مش بنقدر نفهم الجمال كله بتاعها. مش كده؟ تمام؟ وأكيد اللي صنعها نستمتع بيها، بس ما أقدرش يعني ما قدرش حتى أقلدها. صح، ما قدرش أقلدها، وأكيد اللي صنعها أعظم منها. فنفس القصة، لما عشان كده العقل عاجز. أنا لحد دلوقتي العلماء مش قادرين يصلوا إلى كل الأسرار العلمية. لا شك إنه، ولا شك إنه العقل بمفرده عاجز. هقول آية تاني في أيوب 36-26، هو ذا الله عظيم ولا نعرفه وعدد سنيه. المرة دي مش بيحكي عن عظمته في الحجم، لأنه ملوش عن أزليته وأبديته. يس، وعدد سنيه لا يفحص. تمام؟ احنا كل إدراكنا المعرفي بيجي على الواحد اللي سنه 100 سنة ولما يكون 110، وزمان لما كنا بنسمع عن الآباء اللي كانوا بيعيشوا 120 و طب فكم بالحري واحد طب سنه مثلا 10,000 سنة؟ لا، طب 10 مليون؟ لا، ده طب ده أزلي أبدي. فلا شك أن العقل يعجز عن، بمفرده يعجز عن معرفة الله. عشان كده في الآخر أيوب قال الآية الجميلة دي في أيوب 23-37، قال القدير لا ندركه. اللي حضرتك كنت بتقوله في المقدمة. تمام؟ إله محتجب، وحتى لما أعلن عن ذاته نقدر نفهم فقط ما أعلنه. تمام؟ لأن العقل بمفرده يعجز. يعجز لسببين. تمام؟ دول مهمين قوي. نعم، يعني عجز العقل دون وأسبابه مهمة جدا. نعم، احنا نعرفها. ويعجز لأنه السبب الأول، واحد من الشراح قال الكلام الجميل ده، أنه يعتمد على الحواس. معرفتي أنا كإنسان من خلال عقلي تعتمد اعتماد كلي على الحواس. بالضبط، فلو لغيت حواسي عقلي ما يقدرش يعرف. فأنا شايف كاميرا، أنا مشاهدين شايفيني، رقم اتنين بيسمعوني، أنا بلمس لابتوب. تمام؟ بقدر، وحتى لو أنا مغمض عيني مش شايف، لكن أقدر لو في واحد حاطط برفيوم جميل ومعدي بقدر، أو الواحد بيطبخ إيه، أو الواحد صح. تمام؟ أو الواحد تمام، أنت بتقدر تدرك في بصل أيوة. بيتفرم في توم، في قهوة، في 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 تمام. فالعقل يستطيع أن يدرك من خلال الحواس. دي أول طريقة. وبكده انا يعني، وبكده ده احد اسباب عجز العقل. ليه؟ لان الله لا انا شايفه شخصيا ولا لمسه ولا شمه ولا ولا ولا، هو خارج الحواس البشريه. خارج الحواس البشريه، لان الله روح. بالظبط. مش كده؟ حتى لما تجسد وجه، الناس اللي اعتمدوا فقط على مجرد الحواس بدون دور الايمان ما عرفوهوش. بالظبط، ظنوه واحد من الانبياء. بالظبط. اتفقنا؟ تمام. فعشان كده لا يمكن معرفة الله من خلال العقل فقط، لأن أحد أسباب عجز العقل أنه يعتمد على الحواس. والله روح غير مدرك بالحواس. يعني العبارة أن الله عرفوه بعقل بالعقل دي عبارة غلط؟ دي عبارة غلط طبعا. الله ما عرفوش بس بالعقل؟ لا يمكن. لا يمكن، بدليل أن شوف في كم إله موجود في العالم بسبب العقل البشري. تقريبا فوق 2500 ديانة. تقريبا. تمام؟ ما هي عقول شغالة هي. وصلت ل 2500 إله، مش إله واحد. صح. اتفقنا؟ عشان كده في كلمة جميلة في تسالونيك الأولى واحد، الله الحي الحقيقي. ليه؟ لأنه كل ديانة بتقول أنا إلهي حقيقي.
اتفقنا. تاني حاجة العقل يعجز لأنه ممكن يعتمد على حاجة اسمها القياس. يعني إيه القياس؟ كانوا دايما في الطب زمان يعلمونا أنه في كانسر معين بيجي في الثدي بيظهر في الجلد في شكل ثمرة كريز. واحنا ما عندناش في مصر الكريز. وانا من مصر. تمام، فما كناش كريز فاحنا مش فاهمين. لو قال بلحة مثلا كل واحد يعرف. بالظبط. فهو كده بيستخدم اسلوب اسمه قياس، بيعتمد ان انا شفت الكريز فبيقول لي الاصابة اللي بيعملها في الجلد زي الكريز ده، بيستخدم وسيلة اسمها القياس. او حضرتك يا قسيس اكيد رحت بيروت. رحت بيروت الغربية وبيروت الشرقية. مش كده؟ لو ما رحتش بيروت الشرقية اقدر. طب رحت السيدة زينب؟ طبعا. طب لو كنتش ما رحتش السيدة زينب اقدر اقول لك بيروت الشرقية زي تشبه السيدة زينب. فانت كده بتقيس دي على دي فبتفهم ملامح. دي طريقه اسمها القياس، دي معروفه ودي جميله. الرب حتى استخدم الاسلوب ده. نعم. كما يتراءى في الاب على البنين. نعم. يعني عشان افهم رأفه ربنا بيقول لي ازاي يعني الاب بيترأف على ابنائه. بالظبط. يعني نفس الطريقه ربنا بيستخدمها معايا. كانسان تعزيه امه. كانسان تعزيه امه. اعزيكم انا. لكن هو اعلى. هو اعلى طبعا. هو اعلى. لأنه مرة قال حتى هؤلاء ينسين. بالزبط. وتكلم عن الأم اللي ممكن تنسى رضاعها وممكن يحصل نادرا. صح. تمام، لكن أنا لا أنساكي. فهو استخدم أسلوب القياس. تمام، فعشان كده أسلوب القياس برضو ما ينفعش في معرفة الله. ليه؟ لأن أقول لك الله زي إيه؟ ما فيش حاجة تشبه الله. ليس له مثيل. بمن تشبهونني يقول الرب. نعم، بمن تشبهونني وتسوونني وتسوونني وتمثلونني في أشعياء. بالضبط. يعني لا شبيه ولا مثيل ولا مساوي. فما أقدرش أستخدم أسلوب القياس لمعرفة الله. وده السبب اللي خلى الرب في نفسه في أول وصايا من وصايا العشر يقول إيه؟ لا تصنع لك تمثالا. نعم. محوطا. يعني ما ينفعش تحط الله في تصور. نعم. مهما كان، لأن نعم. الله لا يمكن ابدا ان يكون كصوره من الصور. عشان كده كل الاخطاء الوثنيه عملت كده. حطوا الله في تصور. ففي واحد حطوا طور زي مثل ابيس، زي العجل ابيس. تمام، لانه اعتقدوا ان الله القوي. والكنعانيين نفس الحكايه. نعم، او واحد حطوا ثعبان. واحد حطوا جعران. لا احنا في مصر القديمه عبدنا كل حاجه. سمعت انه تقريبا فوق 1200 اله. كل حاجه. رومية واحد اتكلم عن كده انه حتى لحد دلوقتي في عباده البشر. لانه بيقول ان الله. فهو وانا هنا بسميها وثنيه فكريه. بسميها وثنيه فكريه، مش وثنيه حرفيه ان اجيب تمثال او اجيب صوره. لا، انا ارسم له تصور. تمام. فعشان كده العقل بمفرده يعجز. يبقى العقل يعجز لسببين. نعم. بس انا الخص السببين دول للساده المشاهدين. العقل يعجز لسببين. نعم. السبب الاولاني انه الله اكبر من العقل. نعم. ومش ممكن ابدا العقل طريقه معرفته تيجي. نعم. عن الحواس. نعم. ولان الله روح فمش ممكن ابدا الانسان يقدر لي يعني بحواسه يدرك الله. بالضبط. الحاجه الثانيه إنه الله لا يوجد له شبيه أو مثيل. نعم. فمش ممكن أبداً العقل يستخدم طريقة القياس. نعم. في فهم الأمور. نعم. دول السببين. دول السببين. عشان كده دي أول نقطة، إن العقل بمفرده يعجز. فلا يمكن بالعقل فقط أصل إلى معرفة الله. أقدر أصل إلى معرفة أشياء عن الله. أوكي. أشياء عن الله. وهنا برضو دور العقل بقى. هل أخذك لنقطة أخرى دكتور سامح؟ اللي أنت بتقوله ده منطقيا صح جدا. بس هل في سبب آخر؟ يعني مثلا أنا ممكن أقول إنه في سبب آخر، لأنه العقل دون تلوث. نعم. أصبحنا مظلم الفكر. نعم. بسبب الخطية. نعم. يعني بالظبط زي ما يكون عندك كمبيوتر. نعم. وبعدين الكمبيوتر ده انت حاطط له فيه سوفت وير جديد وكل الحاجات الجميله اللي فيه. نعم. وجي واحد جاب لك كل الفيروسات اللي تدمر الـ 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 الكمبيوتر وحطها في الكمبيوتر. نعم. فانت تيجي تدور على اللي انت عايزه او تستخدم الكمبيوتر بطريقه بتلاقي الكمبيوتر مجنون. بالزبط. لا قادر يطلع المعلومه صح ولا قادر يدرك الامر اللي انت بتديهوله صح. نعم. المعلومات اللي فيه كلها اتلخبطت. بالظبط. اتشوهت. بالظبط. فالخطيه كمان
عملت كده في عقل الإنسان فأفسدته. أفسدته بالظبط، فأصبح مظلمه الفكر، مش قادر يعرف الله. الإفساد العقلي ده هو اللي وصل الإنسان إلى المعرفة الخاطئة عن الله فيعبد آلهة خاطئة. ده بالظبط رومية واحد. صح بالظبط رومية واحد. تمام. فلحضرتك بتقوله صح تماما. تمام. فسد العقل البشري. تمام. وهنا برضو هتكلم عن نقدر نضيف أوكي. دور القلب والضمير. دور الدافع. ودور الضمير اللي هو الله حطه باعتباره الجهاز الإنذار الداخلي اللي يساعدني ان انا اوقف تفكير خاطئ او استمر في تفكير. انا بتحرك كتير في بعض الدول، فدايما اتخيل لو واحد بيعبد بقره ما موجود. الهند لو رحت هناك نعم. هتلاقي وفي دول كتير افريقيه مازال. فهو بيسجد قدام البقره، طب ما هو في يوم من الايام شاف البقره ماتت. ما المفروض عقله بيصرخ فيه بيقول له ايه الهك مات. ودي فكره غير منطقيه لان الله لا يموت، مش كده؟ صح. تمام. فالمفروض يوقف، والمفروض عنده ضمير بيصرخ جواه بيقول له فكر. تمام. فيمكن التقليد والجو العائلي اللي هو عايش فيه والجو الدولي بيموت الضمير او بيخدر الضمير بالظبط، يقول له انت هتفهم اكتر من اهلك، وهتفهم اكتر من ابوك، وهتفهم اكتر من 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 جدك اللي كان بيعبد البقره، وجدك استمر في البقره، يروح ينتقل لبقره اخرى. تمام. افترض وقعت عليها شجره. تمام. المفروض عقله بيقول له ان الشجره اكبر من الشجره من اكبر البقره. مش كده؟ وضميره بيقول له عقد التفكير ممكن يتجه لعبادة الشجرة. ممكن يشوف نار ولعت في الشجرة. أنا مرة قعدت في غابة وتخيلت أنا هعيش. افترض أنا اتولدت في عائلة مسيحية. تمام. افترض أنا ما اتولدتش في عائلة مسيحية، اتولدت في عائلة بتعبد بقر. وارد طبعا. وارد. هتعامل ازاي مع اللي بعبده؟ ايه دور عقلي وايه دور ضميري وايه دور دوافعي؟ فهلقيت الشجرة هعبد الشجرة. طب شفت النار ولعت في الشجرة هعبد النار. طب شفت المطر جه طفى النار. كل دي حاجات المفروض بتخلي الواحد يعمل ايه؟ يستيقظ، يفكر يفكر يفكر. مع فساد القلب الدافع ومع غلط الضمير اللي ضاع، تلاقي الواحد مستمر زي ما هو في عباده لإله هو مش إله حقيقي، لكن هو متصور انه حقيقي، وعقله عمال يصرخ يقول له ده مش حقيقي، وضميره عمال يصرخ يقول له ده مش حقيقي، وهو مستمر الى ان يصل الى الدينونه الابديه. يبقى العقل كده خلاص احنا ما ينفعش يعني مش قصدي بس كوسيلة أساسية نعم لمعرفة الله نعم مش هنقدر. ما يقدرش لوحده لكن ليه دور. طبعا ليه دور. بس إنه الدور فيما بعد ولا الدور يعني هنتكلم على ترتيب الأدوار. هنتكلم عن ترتيب الأدوار لأن الدور لأن تخيل لو واحد ما عندوش عقل، وادي اللي بيعمله الشيطان. إيه؟ إنه بيعمي أذهان المؤمنين، بيعمل أذهان. عمى الذهن خلاص هو منع التفكير المنطقي، لأن زي ما كنت بقول لحضرتك لو أنا في هذه الغابة، لو أنا في هذه الدولة والإله اللي معروض عليا ده إله كل ما أفكر فيه مش منطقي. مش منطقي. يعني أنا شايف إله نجس مش قدوس. إله يأمر بدعارة. تمام. الآلهة الوثنية كده. تمام. المفروض وأنا عارف إن إله قدوس مش إله بتاع دعارة. طب إله القدوس المفروض بيمنع الدعارة، المفروض بيكره الدعارة مش بيرحب بيها. تمام. فإذا كان بيرحب بالدعارة يبقى وهو قدوس يبقى في تناقض هنا. المفروض هنا عقلي يقف يقول لي وقف وقف، في حاجة خطأ، في حاجة خطأ. ما هنا بقى بيتقابل التصور عن الله نعم مع شهواتي. هنا دور القلب. شوف ازاي نعم. يعني القلب الفاسد لأنه الإنسان يميل إلى النجاسة نعم. بسبب الخطية نعم. فطبعا القلب يتجاوب نعم مع هذا الإله الفاسد حتى لو مش مقتنع به نعم. بس أنا بخدر ضميري نعم وعايش لأنه بيسدد احتياجاتي نعم. في نص كتابي بيتناول النقطة دي لما شعب إسرائيل ممكن نجيب النص ده في إنجيل متى في المثل بتاع الزارع متى 13 أنا جبت النص لما الله قال لأشعياء بسبب إن شعب إسرائيل في العهد القديم فسد قلبه فمش عايز الحقيقة، والله بعت له أنبياء كتير عشان خاطر يوقظ الضمير ويتطهر القلب من الشر، رفضوا
فرح الله عاقبهم بنفس الاسلوب. فقال له فقال في عدد 9 فقال اذهب وكل هذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واطمس عينيه الغي عقله لانه الكتاب بيلغي حواسه. أيوة. يعني هو بشايف بس مش شايف يبقى سامع ومش سامع تمام لألا يبصر بعينيه شوف الترتيب الجميل ويسمع بذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. يعني هو مش هيشفى ليه؟ لأنه مش راضي يرجع. بالظبط ادينا دور الإيمان والتوبة. طب ليه مش راضي يرجع؟ لأنه مش راضي يفهم بقلبه، القلب خلاص بقي غبي الغباء البشري تمام. وليه مش قادر يفهم؟ لأن سمعه تقل وعينه قفلت. هل دي نفسها اللي بيكلم عنها رسول بولس في أصحاح 1 من رسالة روميا بيقول وأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض؟ يعني أنت عايز تعمل الخطية ومصر على أنك تسلك بالخطية ورافض التوبة طب أوكي روح بقى وماشي بعقلك ضد الفطرة. بالظبط فعلينا الفحشاء ذكورا بذكور فهو ماشي كده ضد إيه؟ ضد بالظبط فطرته حتى ميوله الطبيعية للخطية المفروض عكسها حتى ماشي ضد فطرته تمام. ده بيعمل ايه؟ ده بيدمر عقله تمام. هنا توقف دور العقل تماما لان العقل المفروض موجود عشان يفكر منطقيا وياخد القرار الصحيح تمام. توقف دور العقل لا يمكن للاعلان والايمان ان يجيب نتيجه خلاص هما ثلاث عناصر يشتغلوا مع بعض انت لغيت عنصر المعادله مش هتتم. دي ده تفاعل تفاعل الدور الإنساني مع الدور الإلهي لحد ما الله يتعامل معاه بطرق كتيرة جدا عشان يوقظ العقل ده مرتين التفكير التفكير. في يوحنا 9 حصلت حاجة زي كده جميلة. الرجل الأعمى مولود أعمى نعم الرجل الأعمى لما المسيح فتح له عينيه يوم السبت فجم الفريسيين والكتبة غضبانين من المسيح إزاي وإزاي الكافر ده يعمل كده في يوم سبت ده رجل خاطي رجل خاطي. فالرجل الأعمى قال لهم كلام منطقي قال لهم خاطي إزاي بيعمل واعتمد على حاجتين في منتهى الأهمية. احنا عارفين ان الله مش بيسمع الخطاة بالظبط. رقم 2 عمرنا ما سمع عن واحد فتح عينين أعمى فازاي وازاي يكون خاطي وبيعمل الأعمال العظيمة دي. فلما مش عارفين يردوا على منطقه شتموه طردوه لأنه رد بعقل بتصرف بعقل واعي بالظبط تمام. هم بقى أصروا بسبب فساد قلبهم أن يلغي هذا الدور العقلي استمروا في شرهم وراح المسيح قال لهم الرجل الأعمى فتح وأنتوا أنتم مفتحين بس أنتوا عمي بالظبط لأنكم تقولون أنكم مبصرين وأنتم نعم عميان نعم خلاص يوضح الأمر أهمية. عشان كده أنا بوجه يعني الرسالة دي لكل واحد من إخواتنا وأخواتنا في كل العالم العربي انه لو سمحت فكر بعقل فكر بمنطق سليم اوعى توقف التفكير المنطقي ولو وقفته الله بيجي يعمل لك هزه معينه عشان يساعد عقلك انه يصحى تمام. لو لغى كذا مره بسبب فساد قلبه تحصل له الحاجه المؤلمه يترك لحد هزه عنيفه لا أشك في رحمة الله إنها طبعاً ترافق يعني الناس دي أكيد ترافق أكيد. إلى النهاية أنا وثق إلى النهاية يهوذا حتى يهوذا من الناس دول يعني إلى أنا دايماً أقول إلى باب الجحيم المسيح رافقه تمام لحد قبل ما ينتحر يمكن بساعة أو ساعتين لأنه الرب قال قبل كده في حزقيال كذا مرة إنه لا أسر بموت الشرير يعني فليست ليس موت الإنسان الشرير في خطيته هو مسار الله بل بقى اللي يعود ويحيا فطبعا إلى النهاية الرب بيفتح ذراعيه وبيدعو الإنسان حتى الرب يسوع في حياته على الأرض لما نظر إلى أورشليم وبكى عليها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين كم مرة نعم شوف الرب يقول كم مرة أردت لكنكم لم تريدوا هي دي النقطة يعني ده الفاصل وهنا الفساد هنا الفساد مش لم يدركوا لم يريدوا بالضبط الإرادة يس دي حاجة أنا دايما أحذر أي شخص ألاحظ عليه حاجة زي كده أنه ممكن يكون فاهم
بس مش راضي يتوب. قال كده علشان كده المزمور بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، لأنه العقل ما اعتقدش أنه يرفض الحقيقة دي، لا قلبه رافض، القلب اللي دوافعه لأنها وحشة أنه عايز الخطية وعايز الشر، مش عايز لأنه حابب الشر والخطية وحابب الاستمرار فيها، الاستمرار فيه، فمش عايز يتوب ويرجع. فساد القلب. موقف تاني حاجة بتطمس العقل، الخبرات السابقة. الخبرات السابقة يعني جرب يسوع عايش مع التلاميذ وشافوا اللي ما تشافش، قال لهم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذنكم لأنها تسمع. كلام عن دور العقل. الحواس. أنا أهو قدامكم وديكم شايفين وسمعين، والرسول يحن يقول الذي رأيناه وسمعناه وشاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. دول شافوا الله المتجسد، الكلمة المتجسد، تمام. فمرة قال لهم من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ فاستخدموا القياس، استخدموا القياس. وهنا يوضح عجز العقل بمفرده. في متى 16. متى 16. تمام. فمن يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ قالوا له في ناس بيقولوا عنك أنك أرمية لأن أنت بتبكي كتير، تمام. في ناس قالوا عنك أنك إيليا لأنك قوي وواضح وصريح ومواجه. طب أو واحد من الأنبياء استخدموا القياس. طب وقال لهم وأنتم من تقولوا أني أنا؟ مش عارفين يردوا إلا بطرس. وهنا بقى مش دور العقل بس، لكن هنا جه دور الإعلان الإلهي. وكلمة إعلان يعني شيء مخبوء يتم كشفه. يعني مثلا أنا لو قلت حضرتك تعرف إيه اللي في جيبي أسيس؟ لا مش تعرف. ليه؟ لأنه مش معلن، ده مخفى. تمام. لكن لو أنا مديت اللي في جيبي وكانت مفاتيح مثلا وحتى عملت صوت، وياريت لو فلوس يبقى كويس في الناحية التانية حتى لو عملت صوت حتى ما ورتكش، عقلك بيدرك المخبوء بالزبط، فبتعرف. فبتعرف من غير ما تشوف. كده استخدمت الحواس. صح. في الفهم. فراح عشان كده راح الله هنا عمل حاجة جميلة مع بطرس. الآب عمل حاجة مع بطرس، أعلن لبطرس. فراح بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. وده ياخدنا إلى نقطة مهمة جدا. نعم. دور الإعلان بقى. نعم. إذا العقل لوحده مش قادر يصل إلى معرفة الله بسبب العجز، بسبب محدوديته، بسبب بنائه على الحواس، كويس، أو القياس، وبسبب الخطية، وبسبب بالضبط، كويس، يعني كل ده مجتمع مع بعض. نعم. يجي دور بقى، هل الله يترك الإنسان بهذا الشكل؟ لا. ولا الله ياخد مبادرة أخرى؟ نعم. للإعلان عن نفسه. نعم. كلمنا شوية عن الإعلان بقى. هنا الله بسبب كل الأسباب اللي حضرتك قلتها، لوحدي أنا عاجز، حتى لو مش ساقط عاجز. فأنا أتخيل آدم برضو بدون الإعلان الإلهي عاجز، والعقل محدود. تمام. بالإضافة بقى لمشاكل السقوط والفساد بتاعة العقل والقلب، هنا يأتي دور الله أنه لابد أن يعلن، يعلن عن ذاته. وهنا نقدر نتكلم ببساطة عن وسائل إعلان الله عن ذاته. أشهر مثال السماوات تحدث مجد الله. مزمور 19. مزمور 19. السماوات تحدث والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يزيع وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام، في صمت. في صمت مهيب. أنا مرة يعني خدوني غطس، أنا بترعب من المية لأن غرقت مرتين، وقالوا لي لازم تشوف. فنزلت وأنا مرعوب، بس لما نزلت أنا شعرت بهيبة ورهبة مهولة. ايه ده؟ ايه الاعجاز ده؟ ايه الجمال ده اللي تحت في في في, في اعماق الميه، الشعب المرجانيه، ايه الجمال ده؟ وده كل اللي ادركناه غير مدرك. ده صح. انا بقول يا بختك يا رب لان اللي بيشوفه من جمال في الابداع الالهي في الخليقه، احنا مطلعين على اجزاء صغيره بس، نون يونيفرسال، لكن في الانون ده محدش طبعًا. لما اخترعوا تلسكوبات اكتر بقى يشدوا حلو. فبدا يستخدم الخليقه يعلن عن ذاته. طب من صنع هذه؟ وعشان كده في اشعياء بيوبخ الوثنيه، بيقول لهم ارفعوا الى العلاء عيونكم، روح بص فوق. من صنع هذه؟ مين؟ تمام. فدي وسيله اعلانيه. الوسيله الاعلانيه الثانيه العقل والضمير والفطره. تمام. لكن بدا الله يتكلم
واختار انبياء من شعب اسرائيل، وبداوا الانبياء دول يجوا يقولوا يتكلموا عن الله. وبعد كده بدا الله يظهر في العهد القديم للناس، الظهورات الالهيه الموجوده في العهد القديم. لكن حصل الاعلان المهول لما الله بنفسه اتى الينا. بالظبط. الله بعد ما كلم الاباء والانبياء قديما بانواع وطرق كثيره، دي وسائل اعلان الله عن ذاته. عبرانيين واحد، في عبرانيين اثنين كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه او في ابنه. اتفقنا؟ فدي وسيله اعلان الله عن ذاته. فانا اقدر بعقلي مستندا على الاعلان الالهي اصل الى معرفه صحيحه. ده اللي حصل مع بطرس. طب احنا هنكمل بس ناخد مداخله. معانا تليفون. الو، القسيس ماهر من العراق. الو، اتفضل قسيس ماهر. الو. الو، مرحبا. مرحبا عزيزي. اهلا، مرحبا قسيس ماهر. مرحبا قسيس. شكرا لك، الله يخليك. بالحقيقة سلامي للدكتور سامح، أخ عزيز علينا هو، وإحنا مشتاقين له كثير كثير. شكرا. شكرا يا سيس ماهر، وجوده معنا. شكرا في بغداد. شكرا عزيزي. هو إنسان بركة. شكرا عزيزي. يعني مداخلة للحديث اللي يدور معاكم، وأنا بنص الحلقة دخلت ودي أشوف القناة. يعني متأسف، أريد أشوف الحلقة من البداية، لأنه كلام دسم وكلام بيه بركة وكلام عقل ومنطق وفكر بديع جدا، يقدر يوصل المشاهد والمستمع إلى معرفة الله بصورة حقيقية. أمين. والكتاب المقدس هو غني جدا بالمعلومات تفيد عن معرفة الله. فيقول أنه السماوات تتحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. كل المنطق وكل ما صنع الله يتحدث عن 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 هناك خالق. بالزبط. لكن مثل ما ذكر دكتور سامح أنه العقل ما يقدر يستوعب الخالق الذي خلق، لا يقدر بالحواس ولا يقدر بالقياس نهائيا، لأنه الله أعظم جدا من عقولنا. فلذلك الناس اليوم ده تدخل إلى فكر الإلحاد من هذا المنطق، أنه ما يستوعب عقله يوقف، ما يستوعب أنه يفهم الله، يفهم القدير، يفهم التركيبة الكونية هذه، ويقول إلها إلى أنه هي صنعت. هي بجاذبيتها قامت الأرض تلف حول الشمس. بقوة الأجرام وجاذبياتها هي الآن موجودة بالصدفة. بالصدفة. ليش؟ لأنه الفكر البشري محدود جدا. لأجل هذا يخلق له منطق، يعني يحاول الفكر البشري يقنع نفسه أنه هذا هو، يعني يأخذ بالمنطق أنه الأرض بجاذبيتها هي معلقة. بالهواء وتفتر تلف حول الشمس وحول نفسها، والجرام الأخرى هالشكل. يعني بدأ الإنسان يفكر بهذا المنطق بمعزل عن فكر الله، لأنه العقل لا يستطيع يدرك. نعم صح. معرفة الله لهذا يحتاج الإيمان. يعني أنا جدا اتباركت بكلمة دكتور سامح، الإنسان يحتاج العقل. يحتاج الإيمان حتى يعرف الله معرفة حقيقية. كثير ناس تعرف الله اليوم، أي واحد تحكي معه تقول له أنت تعرف الله، يقول لك أنا أكو واحد ما يعرف الله. الله معروف. زين. لكنه لا، أعرفه شخصيا، علاقة شخصية مع الله. هذا يوفر علي كل ما أنا أقدم بعلاقة مع الله، يوفر علي تركيبة الفكر اللي ما تقدر تستوعب فكر الله. فبالإيمان أنا أقدر أعرف الله وأتمتع بمجد الله وبجلال الله وببركة الله في حياتي. والله يبارككم. شكراً أسيس ماهر. شكراً لك على مداخلتك، والرب يباركك ويبارك خدمتك في العراق الشقيق. الإيمان والإعلان والعقل، فتكلمنا دلوقتي عن كام نوع من الإعلان. نعم، اتكلمنا عن إعلان الله عن ذاته في الخليقة. بالضبط. إعلان الله عن ذاته في العقل والضمير والفطرة الإنسانية. إعلان الله عن ذاته عن طريق
الظهورات الإلهية المباشرة اللي كانت بتحصل في العهد القديم، بعد كده الأنبياء اللي جم يتكلموا ويبرهنوا أنهم جايين من عند الله وقالوا كلام يقدر الشخص يستند عليه. يعني أنا أقرأ أسفار موسى وأقرأ الأسفار التاريخية والأسفار الشعرية والمزامير والأنبياء في العهد القديم وأقدر أخد قرار بالاستناد على هذه الأقوال لأن ده كلام الله، دي كلمة ربنا، دي كلمة ربنا. تمام، فده أعلن عن ذاته في كتابات العهد القديم، بعد كده أعلن عن ذاته لما جه هو بنفسه. أيوه. تمام، وبعد كده كتابات العهد الجديد، فأدي دور الإعلان الإلهي. فعشان كده أنا لو عايز أعرف الله لابد أن أأتي للكتاب. لابد. لا يمكن لا يمكن معرفة الله بدون الإعلان المكتوب الموجود بين إيدينا. أيوه. أقدر بالعقل والخليقة والفطرة والضمير أصل إلى معرفة جزئية وجوده، وجوده، وجوده مثلا أو بعض صفاته، بعض صفاته. آه. ما أقدرش لا أعرف جوهره ولا محبته ولا خطته. ولا محبته. آه. ولا طبيعته ولا أتعرف على الآب. أيوه. ولا الإبن ولا الروح القدس بدون الكلمة المكتوبة. لأن دي أمور مخبوءة، هي معلنة فين؟ في الكتاب، مش معلنة في الخليقة. معلنة في الكلمة. أيوه. وهنا دور الكلمة، دور الإعلان الإلهي. عشان كده كل ما تصل كلمة الله إلى الناس وكل ما الناس تقرأ الكتاب يبدأ العقل يستنير ويفهم من خلال المكتوب. وهنا أهمية كلمة الله. وعشان كده الشيطان دي قسوة بيهاجم الكتاب كل بكل مجهوداته يحارب الكلمة. تمام، لإما يحاول يفهمني أن ده محرف فبالتالي ما استندش عليه، لإما يحاول يفهمني أن ده مش كلمة الله، مش لفظي، ده مش لفظي. تمام، وبالتالي ما أقدرش استند على عليه كلمة كلمة. بالزبط. تمام. وبكل الوسائل، إما يحرقه لإما يقطعه لإما يمنع دخوله لإما بكل وسيلة مسألة. وإذا وصل الكتاب وإذا وصلت كلمة الله إلى النفس يحاول يعطل العقل. صح. تمام، أنه يعمي أذهان غير المؤمنين، إفساد الذهن والقلب. إذا فشل أنه يفسد الذهن لأن الإنسان عنده إرادة، هنا بقى أجل دور الإيمان. طب قبل ما نتكلم عن دور الإيمان، فهم جدا، خلينا نطلع فاصل. أوكي. ونرجع نتكلم عن دور الإيمان لأنه ده مهم جدا في التوازن ما بين العقل وما بين الإعلان، وإزاي أنه الإيمان يعني يستخدم الاثنين دول. نعم. لمعرفة الله الحق. نعم. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. مشاهدين الكرام، بنرحب بكم في حلقتكم الأسبوعية عبر الكتاب، وإحنا بدأنا الحلقة بنتكلم عن كيف نعرف الله مع الدكتور سامح عزيز، وكلمنا عن العقل ودور العقل، وكلمنا أيضا عن الإعلان الإلهي وأهميته، وهنتكلم عن الإيمان. الدكتور سامح، مرة تانية برحب بك. شكرا يا سيس أشرف. شكرا. في مقولة كده قالها أحد القديسين، أنا مش عايز أقول اسم لألا يكون غلط، بس أنا عارف أنه اتقالت في القرن 11 أو القرن 12، قال أؤمن لأتعقل وأتعقل لكي أؤمن. يا سلام. يعني I believe to understand and I understand to believe. نعم. يعني
فازاي الاثنين دول وانهي واحد بيجي الاول؟ يعني الايمان ولا الفهم ولا انا اثق انه الانسان بيفهم فيؤمن. لان لو لغيت عقلي لو لغيته لا يمكن اصل الى الايمان. لان الايمان عباره عن ايه؟ بصدق في خبر، في خبر وصل لي تمام، وانا سمعت هذا الخبر او قريت هذا الخبر وبديت افكر فيه تمام وفهمته وصدقته وخدت قرار بناء على هذا الخبر. اوكي. فاذا كنت مش بفهم لا يمكن اصل الى خطوه الايمان. تمام. عشان كده كمان انا اثق انه كل اللي عندهم تعوق عقلي في كل العالم تمام مش تحت حساب الهي. لانه ليس لها اي ذنب في 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 عدم وصوله الى معرفه الله. اتفقنا. فعشان كده الكلام ده موجود حلو قوي في رومية 10. كيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون ان لم يرسلوا. تمام. فلا بد ان الواحد يوصل له الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. عشان كلمه الله توصل لازم واحد كارز، وعشان واحد كارز يروح لازم الله يرسل. بالظبط. تمام. ففي الاخر يصل خبر، وصل لي خبر عن المسيح، قد يكون هذا الخبر صح وقد يكون هذا الخبر خطا. هنا بيجي دور العقل عشان خاطر يفكر. انا هقول قصه تشرح الموضوع ده. قصه طبعا مش هدخلك في مواضيع جانبيه. نعم. كبيره، وهي يعني مدى فساد الانسان، وهل نعم. يعني هل الانسان totally depraved totally فاسد؟ نعم. ولا الانسان ممكن يبقى فيه جزء يقدر يدرك بيه؟ ودي كلها مدارس تعرف تفسيريه. نعم. مختلفه. لكن اللي يهمنا جدا انه الله بيرسل كلمته. نعم. وعلى الانسان انه يتجاوب. نعم. مع هذه الكلمه. انا اؤمن انه فاسد كليا. اؤمن. تمام. لكن لسه عنده مسؤوليه. عنده مسؤوليه. لسه عنده مسؤوليه. ما زال عنده عقل. تمام. ما زال عنده اراده. فاؤمن بالمسؤوليه الانسانيه بغض النظر عن يعني. كل المدارس محترمنا لكل المدارس بالتاكيد. يس. فهقول قصه عشان تربط دور الايمان بالفهم والاعلان. اوكي. متى 14 القصه الشهيره، كانوا التلاميذ في الجانب الايسر من بحيره طبريه. أيوة. اللي هي بحر الجليل. وبعد ما الرب يسوع اجرى معجزه الاشباع تمام، الناس عايزين يخطفوا التلاميذ ويخطفوا الرب يسوع عشان خاطر نصبوه ملكا. فالرب يسوع فهم ان ده دي هتقلب مجزره على طول. تمام. يعني هيرودس وبلاطق يعني مش هيسيبه في حاله. اتفقنا. فراح اكبر التلاميذ انهم يعبروا للناحيه الثانيه اللي هي دلوقتي من الضفه الغربيه للاردن. أيوة. دلوقتي فهم بيعدوا بحيره طبريه بالليل، هو الزمهم ان يدخلوا السفينه ويسبقوه. تمام. وعلى الهزيعة الرابع من الليل الموج عالي جدا والدنيا ضلمة جدا والسفينة معذبة. تمام. هم معذبين في الجزف، مش قادرين يقاوموا قوة الريح ولا قوة الموج العالي. تمام. ومأساة جالهم ماشي على البحر. تمام. وأول ما شافوه شيء طبيعي انهم يصرخوا. ظنوه خيال. ظنوه خيال فصرخوا. فقال لهم لا تخافوا، إني أنا هو، أنا الله. وصلهم خبر، ده خبر وصلهم. يا ترى الخبر ده حقيقي؟ يعني هل هو فعلا الله وبالتالي ناخد قرار إن ده الله ولا ده خيال؟ أيوة. لأن لو ده خيال مش همشي وراه. لكن لو ده الله همشي وراه. فبطرس طرأت في ذهنه اللي هي بدأ الخليط. بدأ التفاعل يحصل بين العقل والإعلان والإيمان. أدي التفاعل بدأ يحصل. فراح طرأت في ذهنه فكرة جميلة جدا تدل على العناصر الثلاثة. شايفوا سمعوا ممكن يكون إيه بطرس، ممكن يكون خيال، ممكن يكون الله. تمام. فطيب هو بيقول أنا الله، يا ترى حقيقة ولا مش حقيقة؟ أيوه. تمام. فراح طلعت في ذهنه هذه الفكرة الجميلة، إذا كان هو الله
شيء طبيعي أن يمشي على المية. ده شيء طبيعي أن المسيح يمشي على المية. مش معجزة. لكن إذا كان هو الله يبقى يقدر يمشيني على المية. فلو نزلت من السفينة وحطيت رجلي على المية ومشيت عليها ولقيت المية نشفت وشيلاني، يبقى هو حقيقي الله. حلوة دي. إذا مديت رجلي من السفينة ودست على المية رحت رجلي غطست في المية، يبقى ده مش الله، ده خيال. فرح قال له هذه الفكرة الجميلة: إن كنت أنت هو، إن كنت أنت الله، مرني أن آتي، أن آتي إليك على الماء. فقال له: تعالى. هنا الخناقة اللي جوه ذهن بطرس: أنزل من السفينة ولا لا؟ ولا لا. المجنون ينزل من السفينة في هذا الوقت. انت لسه الامواج برضو جديده، الامواج عاليه، ما فيش حاجه حصلت شديده. هم معذبين في الجسف. بيغرقوا. مش قادرين. ايوه مش قادرين. وعايز يوصل للناحيه الثانيه. ايوه تمام. فرح هنا بقى التفاعل الجميل. وهنا انا اقتنعت انه اكيد بطرس فكر. ما اعتقدش انه نط من السفينه. انا اكيد قلت اكيد ماسك في السفينه جامد، لان ده رعب طبعا، هتغرق طبعا. تمام. وراح مد رجله لقى المايه ناشفه. ده المايه بقت بتشلني. تمام. يبقى بدا هنا ينمو جواه يقين، اللي هو الايمان بقى، انه ده المسيح، ده حقيقي الله. اوكي جميل. او هنكمل الجزء ده. أوكي. بس خلينا ناخد تليفون في مداخله. الاخ عبد الله. الاخ عبد الله من المغرب. عزمي. ايوه اتفضل. فينك يا اخ عزمي؟ اتفضل يا اخ عبد الله، سامعك. انا اخ عزمي، من فضلك سؤال. اتفضل. السؤال هو: لماذا القران الكريم يكتشفون فيه علامات كثير معجزات، والكتاب المقدس من يصيغها لا فيه حتى معجزه ولا شك؟ لا انا مش سامع بالراحه. واحده يا اخ عبد الله. قول لي السؤال مره تاني. السؤال الثاني هو: لماذا المسيحيين اكبر الحاقدين في العالم على السيد محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اسماعيل ابوه عليه السلام كذلك؟ هو صفور بحمار وحشي في كتاب مقدس، وهل هذا كتاب الله ام كتاب الملاعين؟ طيب اشكرك يا اخ عبد الله لاجل سؤالك. انا هجاوب على السؤال ده. أنا عارف إنه سؤال بعيد عن الموضوع، لكن أولا نحن لا نحقد على أحد، لأن الكتاب المقدس علمنا من البداية إنه أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. فالمسيحية في تعليمها اللي علمها لنا رب المجد بنفسه، شخص الرب يسوع، إن إحنا نحب حتى أعدائنا. لكن ليس معنى هذا إن إحنا نقول على الغلط صح. فالرب يسوع أيضا له كل المجد قال لنا أنه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون من بعدي. لأجل هذا نحن نؤمن أن شخص الرب يسوع هو الإعلان الكامل الذي لا نحتاج معه أو بالإضافة إليه أي إعلان آخر عن شخص الله. هو الله الظاهر في الجسد، من رآني فقد رأى الله. لأجل هذا نحن نؤمن بهذا ونتمسك بهذا ونكرز بهذا أن الرب يسوع وحده هو الطريق والحق والحياة. شكرا يا أخ عبد الله على تليفونك. نكمل مع بعض عن معرفة الله مع الدكتور سامح. نعم. هنا يأتي قرار الإيمان. إنه العقل يفكر. تمام. إنه هنا دور العقل واضح جدا. تمام. إنه ده ماشي على المية. اتفقنا؟ فحاجة من حاجتين: لإما أنا أتخيل وده وهم. تمام. لإما ده حقيقي يبقى ده الله. ولو هو حقيقي هو الله يقدر يخليني أمشي على المية، لأن الله قادر على كل شيء. تمام. فهنا بطرس هنا جه دور الإيمان. فرح بطرس قرر أن يتحرك بالإيمان. العيان يقول له: أوعى يا مجنون تسيب المركب. صح. تمام. لكن قرار الإيمان قال له: شوف، اختبر إذا كان كلامه صادق أو مش صادق. أيوة. شوف كلامه صادق ولا مش صادق. فمد إيده، نزل رجله لمست المية، لقيت المية. أنا متأكد إنه كان ماسك جامد. تمام. لأنه موقف خطير جدا. طبعا. قرارات الإيمان موقف خطيرة، مش سهلة.
ونزل اول رجل ليه الميه ناشفه راح نزل برجل الثانيه وتلقاه فضل ماسك في السفينه وبيبعد عن السفينه بجسمه لكن ماسك بعد كده يمكن وقف شويه انا لانه وهو بيعمل كده اكيد بينمو الايمان ويزداد انه لا 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 سيب السفينه امشي على الميه أمل. استند على كلامه هو قال له كلمه تعالى تعالى اللي عليها طلعت ترنيمة مرني مرنا آتي إليك فوق ماء فوق ماء مزبدن وأتخيله ماشي على موجة عالية ونازل على موجة تحت تمام وهو متجه إلى المسيح هنا حصل هنا ازدادت معرفة الله داخله أكيد التلاميذ في المركب وهم قاعدين ذات الإيمان اللي في قلب بطرس بيتولد جوه قلوبهم وهم بيتفرجوا تمام انه بطرس ماشي على الميه اذا الكلمه اللي قالها دي كلمه صادقه وحقيقيه اذا المتكلم ده حقيقي ده مش خيال اذا المسيح هو الله بعد كده عارفين بقيه القصه انه خاف شويه ف وغرق معناها الايمان بدا يقل شويه فبدا يغرق لكن لا يمكن يغرق لانه طبعا. مسنود على مسنود على كلمه يبقى عبارة في عباره كده بتتقال برضو عباره من العبارات الخاطئه نعم. يعني زي ما قلنا مثلا الله عارفه بالعقل لا الله ما عارفوش بالعقل لوحده لا يمكن, لا يمكن. لا. يعني العبارة الثانية اللي تقولك انه الإيمان هو خطوة في الظلام لا يمكن. في الظلام لا يمكن ده طبعا كلام غلط وده يرجعنا للجملة اللي حضرتك قلتها في الأول اللي هي قالها واحد من القديسين اللي ما جبتش اسمه يعني. انه أؤمن لأتعقل وأتعقل لأؤمن نعم نعم عشان كده حتى في كمالة القصة دي بعد ما الرب يسوع أنقذ بطرس من الغرق رجعوا ماشيين تاني على المية ودخلوا السفينة التلاميذ قالوا له بالحقيقة أنت ابن الله خلاص اليقين بقي واضح تماما فتعقلهم زاد وإيمانهم زاد لأنه التعقل يقود إلى الإيمان والإيمان يزود التعقل أنا متأكد بالزبط. أنها بيسموها حلقة مستنيرة عيون أذهان يعني الإيمان إدى استنارة نعم. الذهن نعم والذهن أدرك إيمان أكتر نعم فخد خطوات خد خطوات أكتر تمام. فهي عجلة بتمشي نعم بسموها visual circle بالزبط. اللي هو يعني دائرة مغلقة ده بيجيب ده وده بيجيب ده وده بيجيب. عشان كده كل اللي بيهتموا بكلمة الله وبيتسندوا عليها وياخدوا قرارات إيمانهم بيزداد فيزدادوا تعقلا فياخدوا قرارات إيمان أكتر بالزبط. يزدادوا تعقلا وبننجن لما بنهمل كلمة الله وبنزل غباء للدرجة أن الكتاب رابط الإيمان بالحكمة ورابط عدم الإيمان بالغباء فالتلاتة في غاية من الأهمية مع بعض هقول مثال للعكس قول رؤساء الكهنة بعد قيامة المسيح جم الجنود اللي كانوا حارسين الأرض وقالوا لهم ملاك الرب جه بمجد عظيم ودحرج الحجر وأنا عاجبني الملاك لأنه قاعد على الحجر عجبني جدا تمام ده تحدي ده تحدي تمام بيقول للجنود تعالوا قوموني ورجعوا الحجر عشان خاطر لأن ده اليوم الثالث فلازم لو عدى اليوم الثالث والحجر مش متدحرج يبقى مش مهم بقى هما الحراس هيمشوا تمام وأي حاجة هتتقال بقى تمام فجم قالوا لهم وكنا خايفين يعني إيه ده يعني رؤساء الكهنة وصل لهم خبر إن المسيح قام يعني الإعلان وصل والعقل فكر تمام ونتيجة للفساد الداخلي راح ادوهم رشوة وطلعوا الخبر الكاذب ده ما يعني العقل مع الإعلان لوحده ما وصلوش للخطوة المهمة للإيمان وهنا أهمية الإيمان وهنا في دور للإنسان في الأمر في مسؤولية ودي حصلت دي حصلت في القيامة نعم ورجعك مرة تاني حصلت في الميلاد لما جم المجوس نعم وراحوا عند هيرودس نعم. وقالوا له احنا جايين نسجد للمولود نعم فمولود ايه طب هاتوا لي اليهود نعم. معلمين الكتبه والشريعه نعم. والفريسين اين يولد المسيح نعم. فقالوا له في بيت لحم ان هم ادوا المعلومه صح نعم هم عارفينها نعم لكن عمرهم ما راحوا بيت لحم وهو دوروا على المولود وهو ادرك الجزء المعجزي دول جايبهم نجم بالظبط يعني هو فهم ان في جزء معجزي في الامر يعني لكنه رفض وهم رفضوا اليهود رفضوا واليهود رفضوا فرعون مصر الله عمل معاه اعلن ليه كم مره
تمام، وفهم كام مرة إن اللي بيتعامل معاه هو إله إسرائيل، إله حقيقي وإنه أقوى من الآلهة المصرية. بالزبط. كم مرة فهم؟ 10 مرات. ما قبلش. رفض. استمر في رفضه. وهنا البشر بينقسموا لنوعين، بيفهم والإعلان الإلهي بيوصل له، وفي ناس بتؤمن وتنجو، وفي ناس بتهلك بترفض وتهلك. بالظبط. ده ياخدني إلى سي إس لويس. عارفين المعادلة اللي حطها سي إس لويس لما أرى الكتاب المقدس والأربع أناجيل، وحط كلمات المسيح وأعماله وإعلاناته عن نفسه، وحط كل دون وقال في 4 أو 3 احتمالات. ده هنا دور العقل في التفكير. بالظبط. فإما إنه يكون اللي بيقول الكلام ده وبيدعي الإدعاءات دي وبيعمل الأعمال دي، إما إنه هو مجنون. كويس. ويا إما إنه يكون كذاب. ويا إما إنه يكون حقيقي. تعالوا نمتحن كل فرضية من الفرضيات دي. ونشوف اللي قال الكلام دون مين، أو إيه اللي يتطبق عليه. كذاب ما ينفعش. مع كل اللي عمله المسيح وحياة القداسة والبر والتقوى وأخلاقياته عمرها ما تسمح إنه حتى نفكر إنه هو كذاب. شفنا أنبياء كذبة كتير. بالزبط. وما زلنا بنشوف. يس. اللي هو مدعي النبوة. بنبص على أخلاقه. بالزبط. لأنه من ثمارهم تعرفونه. الحاجة التانية، طيب ده يبقى مخادع. لا ما ينفعش. برضو أخلاقياته وحياته ما ينفعش انها تبقى. ما شفناهوش بيخدع حد. بالظبط. طب يبقى الاحتمال الثالث بقى اللي هو انه حقيقي. وده ده اللي احنا بنحاول نوصله للاخوه المشاهدين. احنا عندنا في قناه الحياه يعني مشاهدين كتير، لكن عندنا اخوه مسلمين من خلفيه اسلاميه او غيره بيتفرجوا على قناه الحياه. لهم ادرسوا عن حياه المسيح. ابحثوا، شوفوا واقروا الاناجيل وشوفوا وقارنوها. هل يستطيع إنسان مهما كان أن يعمل هذه الأعمال أو يقول هذه الأقوال أو يعيش هذه الحياة؟ وأن تكون حياته عطاء للناس، أنه يبذل نفسه من أجل الآخرين، من أجل خلاصنا. وشوف النور والظلمة، قارن ما بين. فكر. خلي الله ينير العقل. دي النقطة يعني الأساسية. نفس الفكرة حصلت مع لما اليهود رفضوا المعجزات بتاعت الرسل ومسكوهم وضربوهم وجابوهم قدام غمالائيل. غمالائيل قال لهم الرأي ده. قال لهم سيبوهم، إذا استمروا ونجحوا من الله يبقى من الله، وإذا فشلوا أي بدعة بتقوم. بالزبط. وبيبان على طول فسادها وكذبها. ورح قال لهم الكلمة الخطيرة، ألا توجدوا مناقضين لله او مضادين لله؟ وانا انا بلفت انتباه احباء المشاهدين، فكر لحسن تكون ماشي ضد ربنا وانت اعمى مش دريان. بالظبط. خطر شديد طبعا. وزي ما كلمت دكتور سامح انه الاعلان الكامل عن شخص الله في شخص يسوع المسيح. عشان كده الرب يسوع قال وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. فلا توجد معرفة لله الحقيقي منفصلة أو بعيدة. أو ليس لها علاقة بالرب يسوع، لكن الرب يسوع هو من رآني فقد رأى الآب. يعني احنا فعلا نشكر الدكتور سامح لأجل هذه الحلقة المهمة عن حقيقة معرفة الله. وأنه معرفة الله ممكنة. صدقوني ممكنة، لأن الله يريد أن يعلن نفسه ويريد أنه الإنسان يعرفه. يعني هو قال كده أنه الأشياء اللي ممكن تجعل الإنسان يفتخر، الافتخار الحقيقي هو بأنه يعرفني أنا. وبولس الرسول قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. وإحنا كمؤمنين ننمو في هذه المعرفة. رحلة بدأت لكنها لن تنتهي إلى الأبدية. نشكركم أعزائي المشاهدين، وبنصلي لأجلكم أن الرب يفتح قلوبكم. وأشكر كمان الدكتور سامح مرة تانية لأجل وجوده معنا. شكرا. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب. سلام المسيح يكون معكم.